السلام عليكم خبتي، فيديو جديد. كاطون اربعه اشواط، ما كاش واحد فينا ما جازت عليه هذه الكلمه تاع كاطون. باريزوم تشري موطو جديده في الكاتالوج تاعك في تاع الموطو، يجي كاطون، يجي مكتوبه المحرك تاعك يقولوا يعمل على كاطون، او تروح تشري مثال تبدل الفيدونج للموطو تاعك ولا للسياره تاعك كيف كيفه، ويقول خويا كاين الزيت عندك نعطيك كاطون ولا دو طون. كلام انا هذه. المهم سبب كما نقولوا على درت هذا الفيديو، ماذا بيا الدراج او واحد كما نقولوا مام السياره، مام السياره، مام السياره المحرك تاعها يمشي كاطون يمشي دو طون. بون ماذا بينا كما نقولوا حنا نربحوا دعوة الخير، ومن هذا الفيديو ان شاء الله من الفوق الانسان كي يسمع كلمه كاطون يفهمها واش معناتها، ماشي تسمى تشوفها وتقراها ومي ماكش فاهمها. ان شاء الله برب العالمين تبعوني اليوم ودعوا لنا دعوة الخير ونفهمكم واش معناتها كاطون او دو طون. اليوم نفهمكم الدرس تاع اليوم كاطون، والمره الجايه ان شاء الله بربي ندير لكم تاع دو طون. خاوتي كيما راكم تشوفوا الادوات المستلزمه في هذا الفيديو، عندنا بون عندنا كيلو سميد، حبه بيض، يا ودي لا واش قلنا، عندنا بيستون، عندنا سيلندر، عندنا الفيبروكا، عندنا الكيلاس. والكيلاس يجي فيها كما تشوفوا هنا، يجي فيها دو سوباب، وفيها هنا المدخل تاع البوجي اللي هي هاي البوجي، هذه البوجي وراك ريحتها. اي والله صح. بون الشرح هذا اللي راح نديرو بكم نقولوا احنا بطريقه الخاصه تاع الشرح واش معناتها كاطون. صح قبل ما كما نقولوا ندخلوا للتفاصيل كيف هذا الكاطون، كاطون واش معناتها كاطون. البيستون دخل البيستون هذا داخل السيلندر يا اخي، هو خدمته طالع هابط. صح كي يكون طالع ويهبط هذاك شوط طون وقت، يعاود يطلع طون، يعاود يهبط طون، يعاود يطلع طون، كاطون يسمى هبطة طلعة وهبطة طلعة، هذوك هما كاطون. صح دوك نلحقوا هذه تاع كيما قلت لكم تاع الكاطون. صح بون الدراجة محطوطة والدراج ها وراه يروح ليها، يركب فيها الموطو تاعو وينوضها. صح كاين ثلاثة طرق باش تنوض الموطو، عندنا يركب في الموطو وينوضها بالديمارور، وعندنا يجبد الكليكي تاعو ويضرب الكليكي تنوض الموطو. كاين المحركات اللي فيهم كليكي وكاين المحركات اللي ما فيهمش كليكي، وكاين اللي كيما نقولوا عنده ديمار تاعو يكون خاسر وما عندوش كليكي، كاين حل يدير يشعل كونتاكت ويدير كونتاكت ويدير فيتيس ويطبعها تنوض. كاين تما كاين ثلاث طرق باش كيما نقولوا حنا ننوضوا الدراجة تاعنا. صح هنوصلوا. صح حنا بالطريقة هذه في ثلاثة واش درنا؟ كونا وخلقنا وكونا حركة دائرية. كليكي حنا كليكي كي تضرب راك تدور، اسما رانا نديرو رانا نكونو في حركة دائرية، وهذاك الكليكي اللاكس تاعو عن طريق لي بينيو بلي بينيو هذيك الحركة تنتقل إلى الفيبروكا، لهذا هو الفيبروكا، تنتقل الحركة للفيبروكا، يتسمى حاب يقول هنا كونا له الفيبروكا حركة دائرية، ها يبي يدور، الفيبروكا يدور، صح صح، الفيبروكا هذا هو خاطي. هذا فيبروكا اللاكس تاعو وهذه لابل بياله. صح فيبروكا واش خدمته؟ فيبروكا يحول الحركه دائريه اللي كيما حنا دورناه بالديمارور ولا بالكليكي، هذيك الحركه يحولها الى حركه مستقيمه ماشي دائره. كيفاه؟ عن طريق البيستون، هذا البيستون يجي هنا باللاكس يجي هنا. صح والبيستون وين يجي؟ يجي داخل السيلندر، ها يتسمى البيستو يروح ها يطلع هاك تشوفوها وخرج وعاود يهبط، حركة مستقيمة ماشي حركة دائرية، مي هنا تلحق حركة مستقيمة، تسمى البيستو هذا طالع هابط ها يطلع يهبط يطلع ويهبط، يسمى شوف من الحركة الدائرية كونا البيبروكا رجع لنا حركة مستقيمة بفضل البيالة. البيالة النص الفتحتاني يدور هاك تشوف كيما يدور هاكا هذه بياله، والنص تاع الفوقاني يمشي قباله مع البيستون، يتسمى بفيبروكا يحولنا من حركه دائريه الى حركه مستقيمه. بون البيستون خاوتي من بعد الفيبروكا كما راكم تشوفوا البيستون هاو الفوق، ها هاو الفوق صح.
احنا واش درنا بالحركه مستقيمه رانا نجبدوا في البيستون رانا نهبطوا فيه هكا تما رانا نهبطوا فيه البيستون راهو الفوق رانا نهبطوا فيه هكا يهبط حتى لتحت البيستون كي يهبط يكون هابط وهو يجي جوست مع السيلاند ما كاش الفراغ ولا الهواء ولا بالطبع بلي سيغمون بون ما كاش الفراغ كي يكون هابط واش يدير يدير عمليه شفط يمص الشفط او المص باغ اكزومبل تاكم مثال هذه تشكا ونجيبو دوكا كاس ما وندخلو تشكا هكا نهبطو هنا هكا ونبداو نجبدو هكا واش يدير يبدا يمص يدير هذيك عمليه الشفط يبدا التشكا تبدا تجبد صح هاتو البيستون كيف واش يجبد واش يمص لا هذا قلنا هذا السيناند وتجي فوقو لاكيراس واش يجي فيها لاكيراس واش يجي فيها يجي فيها قلنا سو بابا وحده الكوتي تاع الكاربيراتور وسو بابا وحده الكوتي تاع الشاكمو وعندنا البوجي صح السو بابا اللي الكوتي تاع الشاكمو تكون مغلوقه كما راكم بلع وكي يكون هابط السو بابا تاع الكاربيراتور تكون محلوله تما كاين الفيد يبدا يمص واش يمص مجي الكاربيراتور اوتوماتيك في الكاربيراتور واش كاين ليسونس وكاين الهواء على ملا كاين في تاع فيتراير يجبد الهواء او يمص في الليسونس ويمص لنا في الهواء واحد يقول في الليسونس والهواء او يجبدهم حتى هو وهابط وراه هابط وراه يجبد في الليسونس والهواء حتى لتحت صح هذا هو اول وقت كاطون سمي هذا الطون الاول الشوط الاول هذا هو البيستون يهبط ويمص مع الليسونس ويمص مع الهواء هذا هو الوقت الاول صح ومن بعد يعاود يطلع البيستون هاكي ما هبط هكا ويعاود يطلع كي يعاود يطلع واش يدير راهو المنطو كي يكون طالع الاخرى السو بابا هذه اللي قلت لكم كانت مفتوحه تعاود تنغلق يسمى تولي دعوه مزيره داخل ما عندوش وين يخرج ما كاين مخرج ما كاين دخول واش يدير البيستون قلت له طالع جبد الهواء وجبد ليسونس راه طالع واش هو راه يبزق فيهم راه يكومبريسي فيهم راه يكومبريسي فيهم حتى الفوق هذه هي يعيطولها كيما هذه يعيطولها دو طون الشوط الثاني الشوط الاول هبط مص جاب لنا اللي هو جاب لنا ليسونس زاد طلع كومبريسا جدهم هكا كيما نقولوا كومبريساهم تطلع هذه يعيطولها دو طون هذا الشوط الثاني صح في الشوط الثاني راه سمى كي طلع ليسونس طلع الهواء واش البوجي قلنا هنا البسو بابا ديما مغلوقه وهذه مغلوقه البوجي هنا البوجي واش فيها فيها التريسيتي صح التريسيتي مع ليسونس والهواء واش يصرى شنو البومبا انفجار يسمى حاب يقول ها طلع البيستون او طلع مع كي لحق الشراره هذيك تاع البوجي لهنا الشراره تاع البوجي يطرطق كي شغل تشعل النار صح كي تشعل النار واش يصرى يطرطق يسمى يعاود هذيك القوه تاع الترطيق الانفجار يعاود يهبط البيستون يعاود يهبط لتحت هذاك هو الشوط الثالث صح البيستو كي هبط تحته قالنا الشوط الرابع قالنا الشوط الرابع صح او هبط بقوه هبط بهذاك الاندفاع تاع الانفجار اوتوماتيكمون يعاود يطلع هذه خدمه الفيبريكا صاير شو ثم الكره تاع التينس كي تخبطها في حيط انت تقولها ولي ما تقولهاش وحده تعاود تولي اوتوماتيكمون تضرب بلوطه في حيط تعاود تولي عندك البيستو كيف اوتوماتيكمون كي تهبط بهذيك قوة الانفجار يعاود واحد يعاود يطلع صح يسمى القوة تاع الترطيق هذيك تاع الانفجار عاود هبط البيستون صح الانفجار مع ليسونس والهواء واش يولد يقول دخان انت كتشعل بنو ولا تشعل شي حاجة او كاين الدخان صح الدخان في الشوط الرابع البيستون طالع واش يصيب ليسونس ما كاش الهواء ما كاش خسر انفجار ولا دخان يسمى كي يطبع في الدخان واش يصرى في الدخان هذاك او طلع بيستون واش يصرى السو بابا اللي ميتت ليسونس باي مغلوقه انفيرميوم والسو بابا اللي الكوتي تاع الشاكمو تكون مفتوحه يسمى يطبع عنا هذاك الدخان يطبعوا يخرجوا منها يخرجوا يروحوا للشاكمو يسمى من هذه الفتحه من هذه السو بابا هي اللي مستكلفه بالدخان اللي تشوفوا فيه الشاكمو تاعكم يخرج من هذا هو الشوط الرابع خاوتي باش كي تفهموا كاين اربع اشواط بيستون طلع هبط طلع هبط اربع خطرات هذا هو
اش كيما نقولوا هذوما الاربع اشواط اللي كيتسمع كاطون. دوك خطره جايه كيتسمع كاطون ما تنخلاش خويا شوفير. والكاطون موجود فيه، موجود فيه محركات، فيه موجود في السيارات، يطبق هذا يطبق فيه كيما نقولوا في اي كيما نقولوا محرك موجود. وكاين محرك دو طون، والدو طون بالمعلومه الدو طون واحد يقول لك شكون اللي مليح اللي قوي، هو اللي قوي دو طون قوي، مي اللي فيه اللي فيه تلوث بزاف دو طون. نعطيكم مثال عليه، الدو طون قوي الفيديو ما قبلش نحكيو على الدو طون قوي. دي فوا تيب موطو 125 ولا 150 ولا 200 او يمشي في لوطوروت، يمشي مش عارف سا ديبو 120 ولا 130 ولا 100 يسي بيجو تاع بكري 103 جاز عليه. وكان من هذه بزاف كان سيارات في لوطوروت يكونوا يمشيو حتى يسيب عليه جاز عليه بيجو 140 عليه تمشي. المحرك تاع دو طون ماهوشي كاطون، الدو طون شويه نيرفو، شويه المحرك تاعو شويه نيرفو على الكاطون. المهم خاتي اليوم الفيديو تاع اليوم كان الدرس تاع اليوم فهمتكم على واش معناتها كاطون. على الاقل الدراج من الفوق يركب فوق الدراجه تاعو ودي عاونه ودي عاون خير يعرف واش معناتها كاطون، ماشي او راكب وما عرفش المحرك تاعو باه يمشي. خاوتي السلام عليكم.